خذوني يا عرب. حقيقة أنا سعيد أولا أني موجود معك ومع أهلنا وأحبتنا في السعودية وبالتحديد في الرياض. بنت جدة أول أغنية للسعودية لمحمد عسير. إن شاء الله تكون فيها الخير علينا يا رب. حقيقة أنا سعيد أولا أني موجود معك ومع أهلنا وأحبتنا في السعودية وبالتحديد في الرياض. بالشكل ده عبر محمد عساف عن سعادته الوصول للسعودية عشان يحتفل بأغنيته الجديدة بنت جدة اللي نزلها مؤخرا وبقت محققها أكتر من 2,300,000 فيوز على اليوتيوب. خذوني يا عرب عند حبيبي ساكن جدة. إن شاء الله تكون فيها الخير علينا يا ربي. يعني هذه أول عمل سعودي إلي بصراحة. من عدة أشهر الأغنية موجودة بس كنا بنحاول نختار الوقت اللي نسجلها فيه. والأغنية دي اتعاون فيها محمد عساف مع الملحن شخص وكتب كلماتها الشاعر الصلال اللي سافر مخصوص من السعودية لدبي عشان يكون مع محمد في الاستوديو خلال التسجيل. وكالعادة إيتي بالعربي كان متواجد معاهم في الاستوديو. كيف شايفه باللهجة السعودية وأداؤه بالأغنية؟ مبدع صراحة. يعني ما كانت فيه ملاحظات، كانت ملاحظات صغيرة جدا جدا. ومن وقت ما نزلت الأغنية والجمهور أبدوا إعجابهم بأداء عساف باللهجة السعودية على السوشيال ميديا. بحسها جو هيك أكتر له علاقة يمكن بالتيك توك، هيك الصبايا بالسعودية ينبسطوا عليها. ولا أهلي ولا واللي بيكشف لكم عنه إيتي بالعربي هو إن الأغنية دي مش الوحيدة اللي هتسمعوها بصوت عساف الفترة دي، فهو بيحضر لعمل تاني مع علي صابر. علي أنا بحبه جدا وهو بيحبني بشكل كتير رائع، أنا بلمسه منه بشكل شخصي. ومن ناحية العمل أغنية بلهجة عراقية ولكن الإيقاع أو الرتم تبع التيمبو تبعها مختلف، مش حيكون اللي هو الإيقاع الخليجي أو العراقي. ميزة جديدة أنا بحاول أعملها. أبي أصد وأقدر يا رب شبك يدا بيد